السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج بنت البلد. طبعا الأسبوع ده من أصعب الأسابيع اللي مرت علينا في محافظة كفر الشيخ، خاصة بلطيم والبرلوس. احنا طبعا في أول الأسبوع فقدنا شاب من الشباب وزميل وأخ عزيز اسمه الدكتور أيمن بيومي. الدكتور أيمن بيومي صاحب الضحكة الجميلة والوجه البشوش، كل ما نملكه ان احنا ندعو له بالرحمة. وبرضو النهاردة من اصعب الايام اللي مرت عليا في حياتي وعلى البرولوس كلها وعلى بلطيم، ان احنا النهاردة فقدنا شاب من الشباب اللي صعب انه يتعوض ومش موجود. طبعا انا مش قادرة اقولها، طبعا اتوفى لرحمة الله تعالى حماده الطحان، فاقد شباب بلطيم والبرلوس. معلش هعتذر بعد الفاصل. انا هو بنعتذر طبعا على الفاصل وعلى قطع الحلقه. طبعا احنا بندعي لكل اموات المسلمين في اليوم ده، والنهارده يوم الجمعه، ربنا يرحمهم جميعا يا رب، وربنا ينزل الصبر والسلوان على قلوب والديهم. احنا طبعا معانا استغاثه من اهالينا ببرج البرولوس، وطبعا من الناس برضو الموجوعين، اهل البرولوس اهلي طبعا وناسي. طبعا بيستغيثوا في ان في شاب صياد كان المفروض فرحه متحدد برضو، وطبعا شهيد لقمه العيش، طبعا وقع في البحر في السويس في مركب اثناء وجوده على المركب، على سطح المركب كانت الامواج علت وارتفعت، فالولد وقع، طبعا الشاب ده وقع في البحر. فطبعا الولد ده لحد النهارده مفقود من يوم 9/10 الساعة 11 بالليل. طبعا الأمواج طبعا ابتلعته وملوش أثر لحد النهارده، وأهله بيستنجدوا بالمسؤولين، ونتمنى إن يكون في اهتمام، ونتمنى إحنا طبعا إحنا عارفين إن أنتم مش مقصرين، ولكن طبعا رحمة ورأفة بقلب أمه وأبوه، ربنا ينزل الصبر والسلبان على قلوب والديهم، وربنا يرحم أموات المسلمين. ومعانا برضو في ولد من شباب الخشعة يونس عطا، ربنا يرحمه، ميت في حادث برضو. ومعانا السيد شرف وعبد المنعم. طبعا احنا بندعي شهداء محافظة كفر الشيخ والبرولوس وبلطيم، عبد المنعم عادي المحلاوي والسيد شرف. وطبعا احنا قلنا في معانا زميل برضو برنامج مسؤول حكومة محترف، الأستاذ محمد ناجي رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، والأستاذ سامي بقرية الأحمدية بالحمول، توفى طبعا من مستشفى بلطيم. وطبعا كلهم شهداء وأموات، ونحتسبهم جميعا من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا بدأ الحمادة النهاردة، ربنا يرحمه ويصبر أهله، وربنا يصبرنا جميعا على فراقه يا رب. أنا مهما اتكلمت مش هحكي عنك يا حمادة، بس بجد ما يعني أنا كنت أتمنى أن كنت انا لا املك الا الدعاء، ربنا يرحمه برحمته يا رب. وصلنا كمان رسالتين من اصدقاء البرنامج. الرساله الاولى بتقول: انا والدي بيشتغل صياد في دوله الكويت، كان بيشتغل هناك 6 شهور وبيجي 6 شهور، ولما كان بيجي الشغل بيبقى وحش جدا، ما كانش بيشتغل اصلا، ولما حصل موضوع كورونا الحال وقف على الناس كلها، وكان هنا معرفش يطلع وحاول ومعرفش يسافر، الحال كان هنا واقف برضه، ومنعوا السفر من مصر للكويت، والكفيل بتاعهم قال لهم سافروا على الامارات ومن الامارات للكويت، وعملوا المسحه بتاعه الكورونا كام مره، اتبهدلوا بهدله ما حدش شافها، وبعدين سافروا قعدوا هناك 14 يوم حجر، وبعدين نزلوا يشتغلوا، الشرطه الكويتيه قبضت عليهم بتهمه انهم بيشتغلوا في مكان مخالف للقانون. معقول 12 مركب فيهم 58 شخص كلهم مخالفين؟ حبسوهم في سجن الابعاد الاداري هناك، ومن يوم الخميس وهم ممسوكين، محدش عارف يعمل لهم حاجه، بناشد وزير الهجره انه يعمل لهم اي حاجه، حد بس يعرف يعمل لهم حاجه يخليهم يطلعوا ويشوفوا شغلهم، عشان الناس دي غلابه ومطحونه. طبعا دولت ال 12 مركب يا الاء اللي هم مفقودين في الكويت. في الكويت. طبعا احنا من هنا بنناشد المسؤولين، عندنا حالتين استغاثه، قلنا الشاب اللي هو فقيد اللي هو مديح شتا، الشاب مديح شتا اللي هو غرقان في السويس، وعندنا 12 مركب في الكويت. نتمنى من المسؤولين الاهتمام بالقضيه، ونتمنى الحصول على الناس دي ومساعدتهم ومساندتهم، وربنا يعني يرحمنا جميعا، وربنا يفك اسرهم جميعا، ويا رب يخرج اللي هو الشاب الغريق ده من البحر كما اخرج سيدنا يونس من بطن الحوت.
وطبعا احنا معانا ضيف حلقه النهارده. طبعا لو في رسائل تانية، في رسائل في تانية رسالة تانية طبعا، احنا الفقرة دي احنا عاملينها رسائل القراء عشان الناس احنا تبقى. كنا حابين، انا كنت حابة جدا اختم بحاجة كويسة زي كده. اخ باعت لاخته بيهنيها بمناسبة زواجها، بيقول اللهم اني استودعتك فرحة اختي، اللهم اكتب لها اياما جميلة، اللهم طوق قلبها توفيقا وسعادة ورضا وحب، شهر اكتوبر يتباهى بك يا اجمل عروسة، وصارت اختي عروسة مبارك يا نصيفة قلبي، تمم الله الفرح بقلبك وهنيئا لقلبيكما، بارك الله لك وهذا الفرح والحياة الجديدة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير وكسى ايامكما دايما بدبياج الفرح. رساله سعيده جدا وحاجه حلوه جدا، مشاعر اخ لاخته، وربنا يفرحنا جميعا ويلتمس لقلوبنا الفرح. معانا بقى حاجه بسيطه كده قبل ما نختم الفقره دي، معانا بنت من البنات اللي هي فتاه المعادي اللي سحلت، بمعنى اصح فتاه المعادي. يعني احنا عايزين اللي انا بتمناه ان الشباب دولت يتحاكموا محاكمه عسكريه، وكل السوشيال ميديا عارفين مين فتاه المعادي اللي كانت واقفه طالعه من عملها واتشدت الشنطه منها، او بفرض حاول يعاكسوها. بكلتا الحالتين، سواء المعاكسه سواء تحرش سواء سرقه وادت الى موتها، دولت المفروض يتعدموا في ميدان عام. احنا مش بنملي على حد شروط، لكن البنت دي نعتبرها بنتي وبنتك وبنت اي حد من المسؤولين. وانا من هنا بجد يعني احنا بنطالب ان يبقى في وقفه مع مع الشباب دولت عشان يكونوا عبره. وطبعا في الفتره دي احنا قلنا كتير قوي التحرش والاعتداء والاغتصاب والسرقه، وعشان كده احنا بنطالب بمحاكمه سريعه لاي واحد يعني احنا مش عارفين نقول ايه. الشباب دولت عايزين، نتمنى ان القضاء يكون سريع الحكم فيهم. وانا لو انا امسك القضاء يعني الحاجه دي في ايدي، كنت انا اللي سحلتهم ولفيت بهم مصر كلها مربوطين، وربنا يصبر اهلها يا رب العالمين. ومعانا ضيف الحلقه النهارده الاستاذ رضا عطيه. وطبعا احنا حظه معانا كده النهارده طبعا من الشباب اللي هم مرشح لعضويه مجلس الشعب 2020 ومن محافظه كفر الشيخ. وفاصل ونعود.